عمر يا معلم فتحي. انت عشرتي في الحليب ولا شارب السوق؟ لا عشرتي بما يرضي الله. والله عشرتي. اللبن كام يا غالي؟ ستة وستة؟ ستة وستة. يعني هتسلم على الكلام ده؟ هسلم ستة. تمام. تقول لك تمنيت لا هسلم ستة. حبيب النهارده انا جايب لك عرض من احلى العروض من داخل سوق بالقاس العموم الدولي جاموس الفلاحين. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بما ان حضرتك فتحت الفيديو اتمنى من حضرتك انك تصلى على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم عشان انا وانت والكل يستفاد ببركه الصلاه على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناه الريف حياتي من كل مكان في العالم اهلا ومرحبا بكم جميعا. بجدد لحضراتكم اللقاء من داخل سوق بالقاس العموم الدولي واحنا النهارده يا جماعه مع احلى العروض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. السلام عليكم عمدي. الله بركاته عمدي. اتعرف بحضرتك يا غالي. فتحي غنام عمدي. معلم فتحي مين يا غالي؟ مين يبقى دواه؟ حبيبي احسن ناس واغلى ناس. المعلم عمر عماد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. المعلم طارق. عرض النهارده يا جماعه اهوت من المال الطيب العمه قدام حضراتكم اهي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اصحابي يا عمر العيون سالمه برضك اهي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تريلا تريلا الكباصه المشي يا جماعه المشي قدام حضراتكم اهي. حبيبي عم ابراهيم جاي لك اهو على راس طارق جاي لك اهو يا غالي. 120. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عايزين 120 الفاتحه اهي. عظم القواقع. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الارضيه الموزونه يا جماعه ايه والضر قدام حضراتكم اهوت. اللهم صل على النبي. واربع حلبات همم ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مال من احلى المال. ورادك يا معلم فتحي ورادك يا جماعه اهوت ماشي اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا بخت اللي هيكون من نصيبه يا معلم فتحي. انت عشرتي في الحليب ولا شارب السوق؟ لا عشرتي في الحليب. بما يرضي الله. والله عشرتي. اللبن كام يا غالي؟ ستة. ستة وستة؟ ستة وستة. يعني هسلم على الكلام ده؟ هسلم ستة. تمام. تقول لك تمنيت لا هسلم ستة. حبيبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معلم عمر عماد. اللهم صل على النبي. معلم عماد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا محمود. الريف حياتي على اليوتيوب. يا محمود. الريف حياتي على اليوتيوب. المعلم فاتح يا جماعه بقول ستة. ستة وستة وهيسلم على الميزان وهيبقى فلوس على الكلام ده طبعا. لان واثق بالبضاعه بتاعته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والخلف يا جماعه اهوت زي ما قلت لحضراتكم. معلم فتحي السعر كام ما يرضي اللبن؟ والله سمعنا 103 والوقت وقفنا على 100. ما بقتش ليه يا غالي؟ بنخسر. يعني انت عشان في وجه الكريم؟ اه. اكتر من كده؟ اه باذن الله. اه. يعني انت اخر سعر سمعته في 100,000؟ لا سمعنا 103 اول ما نزلنا ودلوقتي 100 معلقه على 100. تمام. يعني ما في يعني انت ان شاء الله السعر اللي انت عاوز بيبقى كام؟ اللي هتنفذ بيه. السعر ده مصير. تمام. طب قول له رقم تليفونك يا محترم. 010 010 20 12 20 12 87 15 87 15 اي حد يا جماعه اللي محتاج العرض دوت يتواصل مع المعلم فتحي ورقم التليفون موجود في العرض. الله يطول بكام ده يا معلم؟ حد محتاج حاجه ثانيه ان شاء الله موجود عند حضرتك. بتبيعوا ده يا معلم؟ يعني بكام يا معلم؟ لا معلم العرض اللي قدام حضراتكم ده يا جماعه المعلم فتحي بيقول سمع 103 في اول السوق.